بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما شلنا في الدرس السابق عفوا، كيفاش نقدوا على الكريستال ريبورت، او لا كيفاش نقدوا واحد ليطا اللي قلنا هي عبارة على واحد الباج اللي تنبريزونتي فيها لي زانفورماسيون بواحد الطريقة اللي تنبريسيزيها انا. طيب شفنا حنا دابا كيفاش نافيشي واحد لا ليست ديال لا ليست نتاع واحد لي زيل لا ليست تاع لي ستاجير. اذا لا ليست لي ستاجير بمعنى نافيشي لي ستاجير كلهم بلا ما ندير لا كونديسيون لا والو. اليوم غادي نزيدو افونس واحد شويه، غادي نشوفو كيفاش نافيشي لا ليست تاع لي ستاجير اللي عندهم لاج مثلا كبر من واحد لا نوت كبر واحد الفالور غادي نبريسيزي انا. اذا ما باقيش غادي نافيشي لا ليست تاع لي ستاجير، غادي نافيشي واحد ليطا فيها لا ليست ديال لي ستاجير اللي لا نوت تاعهم كبر من 15 مثلا، اولا كبر من لاج تاعهم كبر من 15 اولا كبر من 20 اولا كبر. بحال مثلا باغ اكزومبل في الحاله مثلا فاش نشوفو في بعض لي زابليكاسيون تيدخل مثلا في شي سوسيتي اولا شي ايتابليسمون تيدخل مثلا ديريكتور تي السي تي السي مثلا الكلاس اللي بغا اولا البرونش اللي بغا تي يافيش تي تي قد واحد لي طال تي يافيش واحد الباج فيها دوك اللي مثلا اللي عندهم كبر من هاد الصالير كبر من هاد الفالور اولا عندهم دي زانفورماسيون بريسيز. بمعنى ماشي ما تيافيش ولا ليست تاع لي كليون اولا ليست تاع لي ستاجير اولا ليست تاع اي حاجه، انما تيافيش لا ليست تاع لا ليست وتيزير عليها دي كونديسيون. طيب حنا هاد الكونديسيون اللي غنشوفها غادي قلنا غادي يكون لاج كبر من 15 مثلا، وممكن بالطريقه ممكن نخدموا على اي طابل اخرى او اي كونديسيون اخرى. اذا نمشيو اجوتي لا ميم شوز باش نكادو نوفو ايطا غادي نمشيو اولا كريستال جي غادي نمشيو كليكو دغوا على البروجي ثم اجوتي نوفيل اليمون ثم غادي نسيو ريبورتين كريستال ريبورت مثلا دو ستاجير دونك سبيريور ستاجير عندو معاه دانوت او لا جو بونس سبيريور كانس اج سوب انا عطاني ايرور ميمكنش تسمي نعطي اكبر سوب 5 كانس اخر لا ميم شوز غادي نختارو مود اسيستون ثم ستوندار اللي اوكي. انا لاحظنا دائما بالنسبه لهذا مود اسيستون او لا بالنسبه لكريستال ريبورت تحتفظ لي على اخر كونيكسيون. انا لاحظنا هاد الكونيكسيون هذا هو السيرفر سميت السيرفر اتولي تيريغيتيت اي ما كملش هادي السمية تاع السيرفر. عندي الحق ندير كونيكسيون جديده ولا عندي الحق نخدم بلا كونيكسيون من قبل. انا لاحظنا عطانا واحد السام بحال شكل شي واحد بريسات صغير مثلا هذا تيسينيفي بان لا كونيكسيون خدامه سا مارش. اذا هادي لا كونيكسيون او لا هذا هو السيرفر اللي غادي نتعامل به لا باز دو دونيل ديجا سيليكسيون تيريغيتيت ايزي غادي نسيليكسيوني لا ميم طابل اللي هي ستاجير. بمعنى عندي الحق نخدم داكشي اللي خدمت به من قبل تتبقى ديك لا كونيكسيون او لا ديك لا كونيكسيون تبقى مسوف كارديا عندي في السيستيم. طيب غادي ندير دابا سويفون دابا هاد لابارتي انا لي طاب اللي غادي نخدم بهم ندير سويفون. دابا قلنا لي طاب الثانيه هنا في هاد الحاله هادي في لي طاب اللي شفنا من قبل افيشينا الكود نو بخينو اولاج. دابا غادي نافيشيو لا ميم شوز عاوتاني نصيفطو لي شون كاملين بمعنى ما بغيتش شي شون غادي نقص مثلا نفترضو حنا مثلا ما افيشيش لهم البخينو مثلا ما نافيش لي بخينو هنا نخليو سولمون الكود نو اج ثم غادي ندير سويفون. انا هاد لابارتي هادي هي لوغروبمون هاد لابارتي ديال لوغروبمون بمعنى بندير واحد لوغروبمون حنا ماشي نشوفو نخليو حتى نشوفها من بعد ثم غادي ندير سويفون. هنا كان عندي الشون دو فيلتر هنا فين غادي ندخل لي كونديسيون. انا لاحظنا عطانا واحد بين قوسين فاكولتاتيف بمعنى اختياري ماشي اوبليغاتوار. حنا قلنا بين لاج مثلا كبر نشوف مثلا ندير هنا صفر هذا ثم ندير لاج مثلا طاحسين دوك لي دوك لي كونديسيون اللي ممكن ندير مثلا سوبيريور ا نعطي 15. انا لاحظنا عنده واحد لافونتاج عاتين دوك لي فالور اللي كاينين هنا. اذا هاد الشون اج ها لي فالور اللي فيهم اذا ندير انا سوبيريور 15 غادي افيشي ليا 20 22 و 100 ندير سوبيريور 15 ثم سويفون. هنا تنبريسيزي الديزاين اولا الشكل كيف بدا هادشي تافيشا الديزاين ما بهذا الشكل اولا بهذا الشكل على حسب اما ستوندار انا جو بريفير ستوندار ولكن غادي نسيكادا روج فورسي بلو فيرت تامن
إذن هذه هي الطا، غادي نكبر شويه، باش يبان داكشي شويه كلير كما نكزف. إذن ندير ابيغسيليطا، إذن هادو هما لا ليستا و ليستا جات عندهم لاج كبر من 15، كبر من 15. لاحظنا لي شغل افيشينا سولمون كود نو اج، اذا ما افيشيتش انا شي حاجه اخرى، كون بين افيش لو بريمون داكشي الاخر كون افيشيتو على حساب الاختيار ديالي. اذا غادي نشوفو كيفاش نهز هاد لي طازو حتى في وسط واحد الفورم. اذا غادي نستغلو الفورم ا ديجا بيتا، ثم غادي ناجوتي الكونترول اللي قلنا اللي هو كريستال ريبورت فيور، ثم غادي نسيليكسيوني لي طا اللي هي ان دو شوازي انا ابور كيستا ما نسي ولا اوكي. نخلي هاد الفورمات اكزيكوت الاولى ثم اكزيكوت. اذا طلعت عندنا هاد لي زانفورماسيون في افيشن دي بهذا الشكل. اذا حنا دابا زدنا افونسنا واحد شويه، افيشنا ماشي لا ليست على ستاجر، ولكن دخلنا واحد لا كونديسيون على بعد على هاد لي شون. اذا هنا كيف ما بالنسبه لهاد مود اسيسوانا كيف ما تيبان لكم، تلاحظوا بحال خدام تنكري واحد الروكيت، بحال خدام تنكري واحد الروكيت تنبريسيزي في الاول لي طابل. اذا لي كومبوزون تاع اي روكيت هي سيليكت في سميت لا ليست على الشون فروم طابل وير لا كونديسيون، هادو هما لي شوز لي كاينين في البلي بار تاع لي روكيت. اذا دابا حنا قلنا بحال تنكري واحد الروكيت، اول حاجه تنسليكسيوني شنو هي لا طابل في ديك البارتي الاولانيه، هاد البارتي الاولانيه مثلا نعاود اكزيكوتي خير كريستاخا خلي باش ندير اني. اذا هاد البارتي هادي تنسليكسيونا لي طابل لي بغيت. اذا حنا قلنا الغوكيد اهم حاجه فيها لي طابل، طيب نفترضوا مثلا سليكسيونا لي طابل، اجيتي مثلا طابل ستاجر تندوز هنا تنافيش شنو هما لي شون اللي بغيتو متافيش، يعني سيليكت دوك لي شون اللي بغيت على بارتي لي شون، تندير سويفون تنشوف الشكل تاع انا ما افيشش هنا تاع حاجه باش تعطيني غوكوبمون. داكشي الاخر غوكوبمون خلي ابار هنا الروغروبمون، ولا بدير روغروبمون اللي تنزيري فيلتر، فيلتر بحال بحال وير، بمعنى تندير كونديسيون على شي شون. اذا بحال تنقاد واحد الغوكيت ديناميك، اذا تيبان لي اون غادي تكون تطحت شويه، ندير واحد سبريمي الهضره غادي تطحت شويه. دابا عرفنا كيفاش نافيشيو واحد الطابل الكونتوني تاع واحد الطابل نحطو في باج على الشكل اللي بغيت، ثم شفنا كيفاش نافيشي ماشي كاع الكونتوني ماشي لي زانفورماسيون كلهم، غير دوك اللي تيغيسبكتو واحد الكونديسيون. حنا شفنا دابا كونديسيون وحده، وبلا ميم شوز ممكن نزيدو كونديسيون على شو اخر. حنا درنا سوبيريور ا 15 مثلا، ممكن نديرو ايكال ا او لا اي اوبيراسيون اخرى. اذا تيبان لي فكره غادي تكون تطحط، غادي نكتفي بهذا القدر هذا، تندرس اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.